نحن الآن هنا بصدد تدشين مشروع توزيع مستلزمات طبية لمستشفيات مدينة تعز. يعني نقول أن الحمد لله أن تعز في هذه الأيام أصبحت مرمى العالمية، يعني أصبح العالم كله يعرف ما هي تعز نتيجة نضال هذا المواطنين، نتيجة نضال هذه المدينة، نتيجة سلميتها، نتيجة تضحيتها، وهي ستظل إلى الآن. يعني هذه المدينة التي صمدت في وجه كل الأعداء وأعلنت المدنية. يعني فهذه هذا المشروع أجا من أمريكا، منظمة الأيادي النقية، منظمة أمريكية في تكساس، يعني تأسست في 2012 وهي تعمل في كثير من المجالات من ضمنها الإغاثة والبيئة والصحة، ومعها فروع في جميع الولايات الأمريكية، وفتحت فرعها في صنعاء في اليمن، في صنعاء في 2013، يعني يعملوا في 2013 مع الناس جميعا بكل أطيافهم وبكل المجالات، وتتعاون مع جمعية يمنية تقريبا في أكثر من 40 جمعية يمنية تتعاون معها مباشرة. شاء القدر أن يكون هذا المشروع الأخير لها في تعز نتيجة ما نعانيه نحن في تعز من نقص المواد الغذائية، من نقص المواد الصحية، الأدوية، المستلزمات. هذه الشحنة طبعا تقريبا يعني التكلفة تصل إلى 600,000 دولار، يعني لنا تقريبا أكثر من 4 أشهر ونحن نعامل حتى تصل إلى مدينة تعز، يعني في التعتيم حتى لا يتم اعتراضها في الكذا. هي تحمل مستلزمات مهمة جدا لمستشفيات تعز، ستوزع إن شاء الله على جميع مستشفيات تعز، على مراكزها الطبية. هذه إن شاء الله بادرة خير أيضا، ليست لن تكون الأخيرة، هي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لمنظمة الأيادي النقية. طبعا هي المنظمة في أمريكا تأخذ تبرعات من جميع من الجمعيات، هنا في جمعيتين أمريكيتين، جمعية عافية وجمعية Advocate for Health، هم اللي يعني تبرعوا بهذا المشروع، وتم عن طريق الأيادي النقية أن أوصلوه هدية إلى الجمعية الطبية الخيرية في تعز. الجمعية الطبية الخيرية في تعز جمعية تعمل منذ عشرات السنين في محافظة تعز، معها مراكز طبية، معها مساعدات طبية في جميع المحافظات وجميع مراكز المحافظة. الجمعية الطبية الخيرية الآن هي التي تتكفل بهذا المشروع بتوزيعه على جميع المستشفيات، وستستمر في متابعة هذه المستشفيات نواقصها احتياجاتها للمستقبل أيضا. باسم جميع مواطنين مدينة تعز وباسم المستشفيات الحكومية والخاصة في تعز، نشكر الجمعية الطبية الخيرية لتسهيل ومتابعة وصول هذه الشحنة والتي قدمت من جمعية الأيادي البيضاء في أمريكا. كما ترون هذه دفعة من المستلزمات الطبية المقدمة هدية من مؤسسة أمريكية الأيادي النقية. نشكر كل من عمل على توصيل هذه الشحنة إلى مدينة تعز وإلى المستشفى العسكري، وبالذات الدكتور فارس العبسي. ونشكر كل الداعمين للمستشفى العسكري ومستشفيات مدينة تعز المحاصرة والتي تعاني من الحصار الشديد منذ 3 سنوات. شكرا جزيلا لكل من مد يد العون لكل الجرحى في مدينة تعز، وشكرا جزيلا لكل من ساعد لرفع معاناة المرضى، وشكرا جزيلا لكل أيادي نقية طاهرة ساعدت مدينة تعز.